ألبير كامي هو فيلسوف وكاتب فرنسي مولود بالجزائر أثناء الحقبة الاستعمارية. ألبير كامي متحصل على جائزة نوبل لروايته لطرونجي والتي تدور أحداثها في الجزائر العاصمة. كتب كذلك رواية الطاعون في وهران والتي كان قد عاش فيها لعدة سنوات. كل هذا لم يمنعه من الكتابة عن معاناة الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي. بدأت كتاباته عن منطقة القبائل في جريدة أجي ريبوبليكا على شكل مقالات زار فيها بجاية، بويرة، تيزي وزو وعاش بينهم. كما أنه لخص الكتاب بكلمة واحدة: البؤس في هذه المنطقة مخيف. دهل ألبير كامي في البداية بجمال هذه المنطقة، إذ وصفها بأنها أجمل مناطق العالم. شبه المنطقة وسكانها والتناسق بين السكان والطبيعة باليونان القديمة، كما أنه تناول بؤسها من عدة نواحي كالصحة، الأجور الزاهدة. أكد أنه من بين أسباب البؤس في هذه المنطقة هو الاكتظاظ السكاني، كما أنه يحكي أنه رأى بعينيه أطفال يتناولون الطعام من القمامة، فقال له أحد السكان: إن هذا يحدث كل صباح وهو أمر عادي. رغم أن هذه المنطقة كانت غنية بالمياه، إلا أنها كانت عطشة حسب رأيه، وتأسف عن الحالة الصحية لسكانها، إذ كان هنالك طبيب لكل 6000 مواطن. خاطب في أحد مقالاته السلطات الفرنسية وقال فيها: إن كنتم تعتبرونهم فرنسيون مثلكم، فلما تختلف معاملاتكم لهم عن البقية؟ لم يعبر يوما قرية واحدة في تلك المنطقة إلا ورأى سكانها يطالبون وينتظرون بفارغ الصبر فتح المدارس. Les Kabyles ne sont pas des Arabes. Ils sont les plus anciens habitants de l'Algérie. Ils parlent le berbère. C'est un grand peuple. L'histoire d'une longue oppression.